فادي الشحواطي الكاتب الاقليمي للنقابه الوطنيه للصحه المنضويه تحت اللواء الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، هو عضو في التنسيق النقابي بقطاع الصحه بطنجه المتكون من اربع نقابات قطاعيه. إذا الوقفة وسياق الوقفة جاء فهو من بعد مجموعة من البيانات اللي صدرها سواء التنسيق النقابي أو النقابة ديالنا، ومجموعة من المراسلات اللي قمنا بها سواء لوزير الصحة أو سواء للسلطات الخارجية، فما لقيناش تجاوب، وبالتالي دزنا الأشكال الاحتجاجية من أجل تحريك الضمائر وتحريك ما يمكن تحريكه بحال اللي نقولوا، ونعطيو واحد الصورة راها شنو واقع في طنجة. بحال اللي قلت من قبل، طنجة الكبرى التي تستحق مستشفيات كبرى يعني قطاع صحة ذو جودة بين مزدوجتين عوديات كذلك كبرى، مسؤولين عود كبار يتولون قطاع الصحة. احنا جينا باش نقولوا هذا الشيء هذا ونوصلوه يعني سواء الرأي العام عن طريق الصحافة هنا او المسؤولين، زي نعاودوا عاود كذلك نكرروا بأن راه لازلنا نولي حال المطالب ديالنا، وهي ماشي مطالب اللي تعجيزية، مطالب في متناول يعني سواء المسؤولين المحليين او المسؤولين الوطنيين انهم يحلوها. الاهم المطالب ديالنا هو توفير يعني بحال اللي كتعرفوا راه المشاكل قطاع الصحه كيعترفوا بها سواء الوزاره بنفسها كتعترف بان هناك اشكالات سواء هيكليه وهذا واللي كاين في, 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 في اشكالات سواء على المستشفى على مستوى المستشفيات او مستوى المراكز الصحيه. احنا قلنا المشاكل ربما من قبل، نقص في الموارد، نقص في الادويه، نقص وسائل العمل، غياب الامن، هناك عدم تحفيز الموظفين اللي كيعانيوا الامرين، المواطن دابا المواطن اصبح يعيش وعارف مشاكل قطاع الصحه ربما اكبر من النقابات واكبر من الوزاره بنفسها، لانه هو اللي كيعيش هول الفاجعه ديال قطاع الصحه. وراه كما قلت عاود اكررها، طنجه اصبحت طنجه كبرى، أصبحت قطبا اقتصاديا وصناعيا وهذا، فهي تستحق عاود كذلك قطاع صحة عاود في المستوى، لأن لا يعقل، أقول لا يعقل أن طنجة كتساوي مجموعة من ديزانفيستيسمون اللي كاينين كبار وكاينين مشاريع كبرى دولية، وأنتم كتشوفوا مستشفى محمد الخامس لا يرقى إلى تطلعات ابسط يعني ابسط المتطلبات المواطن ما كتلقاهاش في المستشفيات طنجة. وطبعا حنا كنحملوا المسؤوليه مباشره للوزير، وبما ان الوزير فهو عنده مدير جهوي هنا كيمثلو، فالمدير الجهوي كذلك فهو مسؤول على 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 قطاع الصحه بالجهه، وكذلك كاين المندوب. انا وصلنا حنا المندوب ربما قلتها من قبل، فلا يعقل حنا في 2019 دوله الحق والقانون عندنا مسؤول معفى اكثر من جوج ولا ثلاثه المرات ويعين على راس اقليم طنجه اصيله بالصحه. ما هذه مساله اللي اصبحت ربما يندلها الجابين، ربما هذه الاكسبرسيون اللي يمكن نقولوها، يمكن تعفى في الخميسات، تعفى من مستشفى محمد الخامس، راه كان مدير محمد الخامس واعفي، ودابا كنلاحظوا بانه رجع مندوب وزاره رقيه، فعود اعفيه ثم رقيه. هذا المنطق هذا اللي ربما بحال اللي كتقول لنا وزاره الصحه، هذا ميساج ربما ما قالتش صراحه، وهذا هو اللي كنفهموا حنا، على ان دع قطاع الصحه بطنجه يموت، لان كتعين مسؤول فاشل. ماشي انا اللي كنقولها، راه تقارير ديال وزاره الصحه وتقارير ديال المجلس الاعلى للحسابات هي اللي كتقول هذا الشيء.